السلام عليكم لا فامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم على خير؟ كنتمناكم يا ربي كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده، نتوما والناس العزاز عليكم والعائله ديالكم. قبل ما نبدا بغيت نقول لكم كلكم عواش مبروكه، الله يدخلها عليكم بصحه وسلامه وكل ما كتمناو ان شاء الله. اليوم ان شاء الله بغيت نتقاسم معكم التقدجه ولا الاشياء اللي شريتها انا بمناسبه هذا الشهر الفضيل ان شاء الله. هنايا لا فامي غادي تبان لكم التقجة. انا شريت الحوايج اللي كاين شي حوايج ما عنديش في الدار، كاين شي حوايج اللي ديجا عندي وقربوا يساليو، وكاين شي حوايج اللي عندي وخديتهم غنخليهم غير احتياط وربما نوقف عليهم حيت هاد التقجة بما انه رمضان مازال غيجي حتى ان شاء الله، الله يجيبو على خير في السيمانه الاخرى ديال هاد شهر ثلاثة. يعني انا التقديه اللي خديت راه غنبدا فيها من هاد الاول ديال شهر ثلاثة، ماشي حتى يدخل رمضان ولا حاجه. وكاين الحوايج اللي غادي يبقاو عندي اللي حيت ديجا كاينين عندي، يعني زدت منهم غادي يبقاو. وهنا التقديه راه ماشي غير ديالي بوحدي، دونك كاينه ديالي وديال اختي. اي حاجه غتبان لكم منها جوج عرفوها كي غادي تقسم على جوج. هنا باش ما نطولش عليكم غادي نبدا لكم البنات بهاد الحك ديال نيدو. هنايا الا شفنا في الاسواق الكبرى دايرين ليه تقريبا غادا لشي 236 درهم تقريبا. الهري كاين اللي كيبيع لك ب 220، كاين اللي كيبيع ب 230، كل واحد وشنو الثمن اللي داير. انا خديته من عند الهري اللي كناخذ من عنده، اللي ديجا تقاسمت معكم التقديه وتقاسمت معكم الطريق، كاين هنا في كازا في بين المدون. الاثمنه اللي داير قل من القيصريه اللي كاينه في درب السلطان، دونك حاولت نقلب على البلاصه اللي فيها الثمن طايح. بالنسبه لنيدو البنات وخديته هذا الحك الكبير، ها نتوما نوريكم غير على حساب الكغراماج، ها نتوما شحال فيه. خديته ب 195 درهم، دابا الا مشيتو عندو تقدرو تلقاوه ب 200 درهم، دونك خديته ب 195. انا خديت ثلاثة، واحد ديال اختي هما نتوما كيبان لكم هنا جوج هما، وهاد الثالث راه هو فين محطوط. دونك خديت ثلاثة، جوج ديالي واحد ديال اختي هنا كيف كتشوفوا. خديت هاد الكريم فريش، وحده ديال الطياب وحده ديال الحلويات. بالنسبه للتزيين ديال لي كاب كيك، وهنا بالنسبه لي غراتان ولي كيش وداكشي كنستعملها. عندي كذلك هنا هاد الفرماج كالي فيه 96 قطعه، خديته تقريبا شي 65 درهم. عندي كذلك هاد الحك ديال القهوه سريعه الذوبان، انا خديت هاد لا مارك، هي ماشي ديال المغرب، هادي خديتها بتقريبا شي 15 درهم، ما بين 13 15 بحال هكاك. عندي كذلك هنايا لذة، خديت جوج هادو بخمسة دراهم من الوحده. خديت كذلك هاد الزبده، هاد باتيسوغ، هادي ديجا كنت جربتها راه زوينه، خديت منها هنا اربعه. هادي حتى هي خمسة دراهم. عندي الزبده ديال العبار، عندي هنا واحد جوج كيلو، كل كيلو بوحدو، هذه خديتها ب 80 درهم الكيلو. كذلك عندي هاد الجبن ديال هاد السطيله، كنت ديجا تقاسمته معكم واحد المره، صراحه كيصلح وزوين بزاف. هنا عندي جوج كيف قلت لكم، اي حاجه خديت منها جوج حيت غنقسمها انا واختي. هنايا بالنسبه لهاد هاد الجبن عفوا، نقدروا نديروه بريوات، نقدروا نديروه نعمرو به بحال دابا دوك لي بات نديروهم مع لي زيبينار، دونك عطى الله ما نديرو بهذا. هذا خديته ب 48 درهم هذا الحك ديال كيلو. عندي كذلك هنا جوج خنيشات ديال نيسكويك، ما لقيتش الحك خديت هاد الخنيشات. هنا اللي الاساسيات راه نقول لكم الثمن ديالو. هنايا خديت الفينو ديال 5 كيلو، ما عرفتش واش غايبان لكم ولا لا، ها هو خديت ديال 5 كيلو. خديت كذلك سميده رقيقه، ها هي حداه، كنتمنى تكون كتبان لكم. هاد السميده رقيقه حتى هي خديت 5 كيلو، هادو بجوجهم لا الفينو ولا سميده رقيقه خديت ديال نور الدار. خديت كذلك هنا عندي الدقيق فورس حتى هي 5 كيلو.
انا خديت غير 5 كيلو حيت ديجا كيف قلت لكم عندي تقريبا، عندي تقريبا هادشي كامل، عندي 8 دقيق ديال القمح من الخلا ديالو، هادو غادي نخليهم غير احتياط. عندي هنايا كذلك هاد الكره ديال الفرماج، هادي فيها نقول لكم هاي هنا كيلو و 736 غرام، هادي خديتها ب 170 درهم، الثمن ديال 95 درهم الكيلو. بالنسبه لبلايص اخرين كاين اللي كيبيع ب 120 درهم الكيلو، كاين اللي كيبيع ب 100 درهم. السيد هذا اللي كنتقدم من عنده كيبيعها ب 95 درهم الكيلو. هنا عندي جوج كرات ديال الفرماج، عندي كذلك هذا الحك الكبير ديال الحليب المحلى المركز، خديت هاد بالادان ديال الحار، عندي هاد المايونيز جان، هادي زوينه صراحه، هادي ماركه المانيا، هادي كنخليها غير احتياط. انا ديجا كنصوب مايونيز في الدار غير في حالات ما بقاتش عندي ولا ما كنت مدروكه مع الوقت ولا ما كانش عندي البيض ولا شي حاجه كنستعمل هادي. عندي هنا هاد الفطر المعلب، عندي هنا واحد 8 الحكاك هنا كيف كتشوفوا، هذا خديته بتقريبا 5 دراهم الواحد. عندي هنا واحد جوج ديال الكريم فخي صغار، هادي ديال الطياب، عندي واحد هذا كاشير مخلط ما بين نكهه ديال البقري وديال لادانت، هذا بالزيتون. الدرا كيف قلت لكم حتى هي نفس الشكل، راه خديتها ب 5 دراهم، هذه معلبه. عندي هنا هاد البلبوله البلديه بالاعشاب، هادو ديال التعاونيات لقيتهم حتى هما عنده خديتهم، صراحه كيصلحوا زوينين. هنا هانتوما كيف كتشوفوا فيها زريعه الكتان، فيها السانوج، فيها حب رشاد، دونك كيف كنعرفوا هاد الشيء راه صحي خاصنا نبداو نستعملوه بزاف. عندي كذلك هاد الزرارع اللي كنقدروا نديروهم في الخبيزات ولا نديروهم في دوك لي ميني برجر ولا المهم نزينو بهم دوك الفطائر المالحه اللي عندنا. كذلك هنا عندي هاد اولا، هاد الحك الكبير خديته المهم ديال شحال فيه، عفوا سمحوا لي نشوف، فيه 160 غرام، متاكد واش 160 ولا غير قلت، هنا راه فيه 400 غرام عفوا، ها هو كيف كتشوفوا. هنايا خديت منه تقريبا شي 2 4 6 ها هما كيف كتشوفوا، خديت 6 هادو خديتهم ب 7 دراهم. خديت هاد الطون جوج ديال ماتيشا هكا، هذا اللي فيه 3، خديت واحد اخر ديال ماتيشا هاد النوع ديال تميمه، وخديت هنا 4 ديال الطون، هانتوما كيف كتشوفوا الا كان كيبان لكم، هذه حتى هي الصغيره هاد تميمه. وكذلك خديت هاد الحك ديال الطون ديال طام، هذا ديال كيلو، فين هي كيلو نوريها لكم، المهم ما كاملاش كيلو، ها هي 800 غرام، هذا ب 60 درهم باش خديته. عندي كذلك هنا واحد 3 ديال الفلون، هذا الكراميل. عندي الشعريه ديال الصينيه، هذه ديال الروز، هذه الكبيره خدت لي فيها 460 غرام، خديتها ب 20 درهم الوحده. عندي هنا البوديزه ديال الزيت ليو ديال 5 يترو، خديتها ب 108 دراهم. كذلك هنا عندي فخوماج ساندويتش، هذا عندي الشيدار، هذا اللي اللون ديالو كيكون اصفر، وعندي هذا اللي اللون ديالو كيكون ابيض، هادو 18 درهم الوحده. كذلك هنا عندي هاد لي بيبي شوكولا، كنستعملوهم بزاف في التحليات، دابا بالنسبه للتحليات اللي غنبداو نوجدو ان شاء الله في السحور، ولا بالنسبه لدوك الفطائر اللي كيكونوا سواء معمرين بالكريم باتيسير وكنديروا شوكولا، سواء بالنسبه للي كاب كيك نديروهم الفوق، المهم هادو راه كنستعملوهم اي حاجه بغينا راه كنديروهم. عندي كذلك هذه ديال كيت كات، انا درتها غير التزيين ديال التحليات. عندي هنا هاد الموتزاريلا، هاد الغاستروميكس، هاد لا مارك، انا خديت هاد الكحله، بالنسبه لهادي 55 درهم باش خديتها. والاخرين غاستروميكس نيت اللي كتكون ديال الجوب الاحمر ولا ديال الشيدار، هادوك راه دايرين عنده ب 60 درهم.
نحطهم هنا على جنب. عندي كذلك هنا هاد الباكية ديال كيري، هادي ديال هنا عندي 80 قطعة هانتوما كيف كتشوفوا. هادي خديتها ب 115 درهم، فاش جيت نشوف لقيتها ثمن ديال ما كملاش 30 ريال الوحده. كذلك عندي هنايا دونك سالينا من هذا القنت، عندي هنا اتاي هذا ديال نص كيلو، هاد لا مارك، هادي خديتها حتى هي ب 60 درهم. صراحه زوين هاد اتاي شعره، جربته وعاود دابا خديته، جربت بالحق هذاك الحك صغير ديالو، دابا ملي عجبني خديت هذا الكبير. عندي هنايا هاد الشامبينيون نوار، خديت نص ربعه في نص ربعه، هانتوما نص ربعه راه كتعطي تبارك الله وصل عندي هنا تقريبا شي 10 دراهم كتجي ولا 15 درهم بحال هكاك. عندي هنايا هاد اللوز كونكاسي، كذلك عندي هاد نوتيلا صغيره، هادي 28 درهم داير ليها، وهاد الكبيره تقريبا فيها شهر ومن مورا شهر غتسالي، دايره ب 40 درهم. دونك انا خديتها حيت ما كتطولش بزاف عندنا حنا هادي. وهنا بالنسبه للمواد الغذائيه هذا الشيء اللي خديت، غندوز باش نتقاسم معكم المواد التنظيف وداك الشيء اللي خديت فيهم. بالنسبه للمواد التنظيف لافامي، عندي هنايا خديت هاد ثلاثه ديال الحلفات هانتوما كيف كتشوفوا، خديت هادو ديال كلينيكس جوج، هادو خديتهم تقريبا 8 درهم ونص الواحد. خديت هاد لي لانجيت، هاد ميكسا بيبي، هنا البابي كويسان او ورق الطه، هذا لا فامي خديتو هانتوما كيف كتشوفوا فيه 50 مترو، هذا خديتو ب 40 درهم. صراحه كيدي انا عندي هنايا جوج. عندي كذلك خديت هاد ربعه ديال الطوس، هادي تقريبا شي 15 درهم باش خديتها. عندي هنا جوج شتات ديال السنان، ثمن شتات السنان كنتقاسمهم معكم. عندي كذلك هنا الدونتيفريس خديت هاد لا مارك، هنا هاد البابي كويزين حتى هو، خديت هنا البابي تواليت اعزكم الله، هاد لي سيرفييت هاد ربعه شي 12 درهم بربعه، صراحه كيصلاح ومسحو بهم هنا الكوزينه ولا هادي. الشطابات وحده هنايا رطبه وهنا شويه وحده قاصحه. وخديت كذلك هذه ديال الكراطه. وشنو عندي عوتاني؟ عندي هنايا الشامبوان خديت هاد بونتين، خديت كذلك هاد استونيش، هاد المره خديت ديال البوطه، هاد استونيش راه كيدير شي 35 درهم. خديت هاد كيلون ديال التشلال، موالفه كندير هذاك اللي اللون ديالو ابيض وكتكون هنا القرعه ديالو بحال صفراء بحال بيج، دابا بدلت خديت هذا. عندي هنا دوسي ديال 5 يترو ب 18 درهم، وعندي كذلك هاد الصابون ديال الماعن كيبان بحال الزيت، صابون ديال الماعن ديال 5 يترو خديته ب 35 درهم. وكتكون هنا لا فامي هادي التقديه اللي خديت بالنسبه لهذا الشهر، تقاسمت معكم زعما اللي انا خديت واللي محتاجه ليه. كاين شي حوايج اللي هنا الناس يقدروا ما يحتاجوهمش، يقدروا ما يستعملوهمش، انا تقاسمت معكم اللي خديت وعطيتكم فكره على بعض المنتوجات الاساسيه والثمن ديالهم. بالنسبه للسيد اللي كناخذ من عنده كيف قلت لكم، كنتمنى لكل شيء ان شاء الله صحيحه جيده، ويا ربي ترزق اي واحد، واي واحد كيتمنى شي حاجه يا ربي تعطيها ليه. شكرا لكم اول حاجه على الدعم ديالكم، على التشجيع ديالكم، وشكرا على اي كلمه زوينه كتقولوها في حقي، لهلا يخطيكم عليا. خليتكم في امان الله، والى فيديو ان شاء الله مقبل، ونتقاسموا وصفات مجموعين كيف متعودين. خليتكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.